مشاهدينا الكرام، أينما كنتم يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج أهل المدينة. نعرض لكم حكايات وقضايا وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة مركز الأطراف الصناعية في عدن وتحديات ما بعد الحرب، الدكيار سوق الاصطياد ومرسى الكادحين، طالب جامعي وحاكي تجارب غربية في فن الإنمي. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نعرض لكم فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع، لنتابع. أشاد المكتب التنفيذي لنقابات كهرباء عدن والهيئة الإدارية للجمعية السكنية بتضامن العمال والموظفين الذي توج بانتزاع أراضيهم السكنية بعد أن تعرضت للنهب من قبل أحد المتنفذين. وخلال مؤتمر صحفي، أشاد عمال الكهرباء الحكومة البدء بمشروع الخدمات الأساسية في مناطق الجمعية السكنية بما يوفر متطلبات السكن والعيش. مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن يؤدي دوراً خدماتياً وصحياً هاماً للمواطنين، ولكن تعترضه الكثير من الصعوبات والمعوقات، فهل سوف يستطيع الاستمرار بتأدية هذا الدور؟ لنتابع. منذ العام 2000 ميلادية ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في عدن يقدم خدماته الطبية للمحافظات الجنوبية والشرقية، غير أن الأوضاع الراهنة وظروف الحرب ضاعفت كثيراً من أعبائه. نحن الآن في زمن الحرب، وزمن الحرب لا قوانين له، لكن بحكم أن الحالات الاجتماعية الموجودة عندنا كثيرة جداً كحالات البتر في الأطراف السفلية وفي الأطراف العلوية، وأيضاً هناك بتر أيضاً في فوق الأطراف العلوية، لكن عندنا خدمات وعندنا كادر مهال وعندنا أيضاً أرضية صالحة للعمل، لكن للأسف الشديد المواد الخام يعني غير متوفرة، إمكانيتنا شحيحة. إمكانيتنا هنا محدودة، والأطراف اللي صناعية صناعية على أطراف محدودة جداً، يعني حسب تكلفات الشخص يعني المعيشة اللي معه، تمله؟ لا توجد عندنا أطراف عندنا متكلفة جداً، عندنا أطراف سعرها بسيطة جداً. الإمكانيات مش كافية، من غير إنه مواد توصل نحنا بصعوبة، يعني من ناحية إنه منظمة صليب الأحمر تدعم نحنا المركز، وبس يعني في أشياء لحد الآن نحنا نحتاجها مش متوفرة، وكمان الاهتمام بالورشة مش موجود نهائياً. يستقبل المركز الحالات المرضية بمختلف الفئات العمرية، معظمهم من ضحايا حرب الانقلاب التي تعصف بالبلاد منذ 3 أعوام. أغلب المعاقين، أغلب المرضى الكسور، أغلب المرضى اللي يقوم تبع الحروب هذه حقنا الآن تقول تبع المقاومة، كلهم هنا فين ملقاهم إلا بعد أي يعني قدم معلومة، أي عملية يحتاج قبل العملية وبعد العملية علاج طبيعي، لأنه يحافظ على اللي عمله الدكتور وقبل كذا يسهل العملية. يغذي أكثر من محافظات، منها محافظات سواء كانت المحافظات الجنوبية بشقيها من شرقها إلى غربها، تبدأ من محافظة عدن، أبيان، لحق، شبوة وأبيان، وكذلك المهرة، وإضافة إلى المحافظات الشمالية من محافظة تعز وأيضا بعض مديريتها، وأيضا محافظة الإب وبعض مديرتها مثل مديرية النادرة والسدة وإلى آخر. صعوبات كثيرة يواجهها مركز الأطراف في ظل تزايد نسبة الإقبال وشحة المستلزمات وضعف الإمكانيات، فموازنته التشغيلية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتزايدة. لم نلاقي دعم من أي مكان ولا أي حاجة، نعيش الراتب الذي هو 27,000 الراتب حق الفني، نشتغل ورغم أن الطاقم قليل والمرضى الحرب وهذا يعني الانتشار والسلاح وهذا يعني المرضى توافد إحنا يعني بكثرة والطاقم يقل. نحن مقابل الخدمات اللي نقدمها للفنيين للمعاقين عفوا، نحن ما نحصلش مردود، يعني لا اهتمام من ناحية الصحة، مثلا صرف حليب، لأنه نحن شغلنا وطبيعة عملنا يتعلق بجبس، ونشتغل تحت مكائن وخطورة علشان ننجز كثير مهام وكثير احتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة. أبرز المطالب متوفر، نحن أقل حق له راتب، يعني راتب نحن حق الصحة إيش يجيب الله عليك على هذه الأوضاع والغلاء وازدياد الدولار بازدياد يعني بكل فترة وفترة،
وغير كذا يعني 20,000 الآن زيدوا إحنا 10,000، إيش تجيب لي عليه؟ كانت يعني في حاجة، لكن إحنا الصندوق بس ما في. الدعم الحكومي للأسف الجديد يعني شحيح للغاية أو لا يكاد يعني يرى بالعين يعني. لا ما 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 تقود به المنظمات الأجنبية. مثل مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي نافذة أمل للكثير من المرضى، وساعد من فقدوا أطرافهم على تجاوز الإعاقة، ومنحهم القوة لمواجهة ظروف الحياة ولو بأطراف صناعية. نرحب اليوم بالأستاذ عبد الله القيسي القائم بأعمال مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن، أهلا ومرحبا بك اليوم معنا. بداية أستاذ عبد الله، لو تطلعنا متى تأسس هذا المركز وما هي طبيعة عمله؟ في البدء نشكر القناة على زيارتها قناة بلقيس إلى نزولها لتلمس معاناة مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عدن. المركز تأسس في عام 2000 بدعم من منظمة الهنديكاب، وهي منظمة تهتم بالمعاقين، فتم إنشاؤه في عام 2000 بشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الصحة عدن. فظل الخبراء الدوليين يأتون من أوروبا، وتم تدريب كادر وإنشاء هذا المركز، وكان في أفضل وأروع صورة. لماذا؟ لأن المنظمة هي التي تقوم بتكفل كانت تتكفل بالطاقم الفني والأداري، وأيضاً بشراء المواد ودعم المركز، وأيضاً إرسال خبراء دوليين كل عام يرسلوا خبراء للتدريب. وعند خروج المنظمة، ولكن للأسف شيء المنظمة هي تعمل لمدة 5 أعوام، وعند مقادرة المنظمة من 2000 حيث إنشاء في عام 2000 ومقادرة انتهى عملها 2005، تم تهميش المركز من قبل المركزية في صنعاء. فعند خروج المنظمة عام 2005 ظل المركز، الدولة لم تقوم بمقامها بالتكفل بوضع ميزانية تشغيلية لهذا المركز، فظل المركز أسند بعد ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وظل المركز يعني الطاقم الذي فيه يعمل بدون توظيف. قبل أن نتحدث عن الصعوبات والميزانية التشغيلية للمركز، ما هي الخدمات التي يقدمها هذا المركز؟ ولو تقارني بالخدمات التي كان يقدمها أول ما فتح المركز والخدمات التي يقدمها الآن. المركز يقدم خدمات كبيرة وقليلة جدا، حيث أنه يعتبر الأول في المحافظات الجنوبية والشرقية، وليس يغطي محافظة عدن بل يغطي جميع المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث أنه يستقبل الجمهورية، حيث يستقبل أعداد هائلة من المرضى، كم هائل، حيث أن الطاقة الاستيعابية لا تكفي لهذا المركز، حيث أن الحالات التي يتم الخدمات التي يتم تقديمها هي صناعة أطراف صناعية وأجهزة ساندة للمصابين بالطلقات النارية والأعصاب والأصابات العصبية، أيضا يقوم بصناعة مشايات وعكاكيز وكراسي الشلل الدماغي، وأيضا يقدم خدمات علاج طبيعية، لأنه الطاقم الذي فيه تم تدريبهم بأسس علمية، ويعني صراحة لا توجد حتى الخدمات هذه في المستشفيات تقدم، يعني الطاقم الذي فيه هو بأكفاء، حيث أن الصليب الأحمر الدولي يتكفل بدعم هذا المركز بالتدريب، حيث يرسل خبراء دوليين لدعم العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية. وخدماته كبيرة جدا، حيث نستقبل شلل الدماغي، أصابات الشلل النصفي، الأصابات الطرفية، أصابات الملاعب، الأطفال، معنا يوجد أكثر من 120 طفل تم يعني وضع لهم أطراف صناعية بالتنسيق مع اليونيسف بسبب الألقام الذي وضعوها جماعة الحوثي. فمركز خدماته كبيرة وقليلة جدا. من هي الجهة المسؤولة اليوم عن المركز، وماذا عن الدعم الحكومي لها، وهل تقدمون أنتم خدماتكم مجانية أم برسوم معينة؟ بالنسبة للمركز زي ما ذكرت لك من سابق، أنه عند خروج المنظمة كم تم يعني ضمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن بعد متابعات قليلة في صنعاء والزملاء تم طلبنا أن يكون له قرار إنشاء، حيث أسند إلى وزارة الصحة والسكان أسرة مركز صنعاء وتعز. ولكن للأسف الشديد الدعم الذي يقدم الحكومة دعم لا يذكر، فالدعم الذي تم إنشاؤه والدعم الميزان الذي تقدم هي بند أدوية مستلزمات طبية هي 15 مليون لا غير في العام، وهي لا تكفي المواد العام كامل، حيث أن الطرف الصناعي يكلف
أكثر من ذلك. الطرف الواحد ما بالك الميزانية البند الأدوية هو 15 مليون 15 مليون في العام. أيضا إلى بند الصيانة هو 100 ألف. وللأسف الشديد منذ اندلاع الحرب إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أو تجرى على زيادة بند من هذه البنود. فالمركز الآن يعني صراحة يمر في أزمة وخانقة مالية جدا، خاصة مع ارتفاع الدولار 100 ألف وهذه الأسعار يعني هذه الأرقام. أيوة. وأيضا ازدياد المرضى من المحافظات الشمالية الآن معك المخا، يعني المواطنين أكثر من احنا نواجه المواطنين. يعني ما أنا أقول لك ممكن الجنود أو المقاومة أو العسكر اللي يتم تسفيرهم أو وضع لهم خطط علاجية، لكن بعض المرضى يعني صراحة يأتوا مأساة من مناطق بعيدة بالذات الرعاة وهذونا. نحن الآن نتحمل عبء بينهم محافظات تعز لأنه المركز غير مفعل زيادة. نعم، ماذا عن الرسوم التي تأتي من المواطنين؟ الرسوم التي تأتي لحنا لأخذ نسوم هي رمزية حيث يتم 250 عيال علاج اسمها بالعلاج الطبيعي لا تكفي. معنا أن خدماتكم مجانية. معنا خدماتنا شو مجانية لأنه معنا بحث اجتماعية، أضف إلى أن المقاومة الجنوبية يتم مجان 100%. اليوم ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض هذا المركز؟ الصعوبات والمعوقات هي كثيرة. أولاً نزوح الطاقم إلى منظمات أخرى بسبب البحث عن تحسين وضعهم المعيشي، وهذه النقطة مهمة حيث للأسف الشديد المنظمات الدولية اللي تعمل في اليمن هي تعمل في فساد وتخريب القطاع الصحي. لأنه لما يتم النزول إلينا نبلغهم ونرفع لهم أحصائيات ويشوفوا الأعداد الهائلة ويشيدوا بالمركز ولكنهم لا يدعموا هذا المركز، يتم استهداف الطاقم واستقطابهم إلى منظمات أخرى ودعمهم بمبالغ أكثر من 700 دولار، بينما لحنا الراتب ما يتعداش أكثر من 40 ألف أو 30 ألف يمني. فالكثير لحنا بالذات المنتدبين عمال واللي تم تدريبهم هم متعاقدين مع أمين ناشر تم استهدادهم في منظمات أطباء بلا حدود. وهذا ناشد من هذا المنبر الحر بأن الدولة تضع حد لهذا الشيء، أن بالذات وزارة التخطيط التعاون الدولي بأن تلزم المنظمات بأن لا تأخذ القوى العاملة أو أنها تتكفل بالمرضى جميعا تأخذهم. فالمنظمات لا تكفل بجميع المرضى ولا تقبل الأعداد الهائلة، هي تقبل فقط حوادث رصاص التي توصل لديها فقط، أما الحالات من جميع المحافظات لا تقبلها. فأما الدعم الدولي للأسف الشديد دعم الدولة للأسف الشديد لم تقدم الدولة مسؤول عن كلامي ولا ريال منذ اندلاع الحرب إلى يومنا هذا لم تقدم ولو زيادة بند من البنود في هذه الميزانية، حيث كنا قبل الحرب أفيدك أنه كان المركز استقبل يوصل العدد الكلي إلى 800 إلى 700 مصاب، بينما الآن يوصل إلى 2000 إلى 1000 إلى 2000 وأكثر. أيضا أنه نشكر الصليب الأحمر الدولي أنه الداعم، ولكن هو لا يدعم المواد المحلية ويدعم مواد دولية، وأيضا المواد الدولية التي يدعمها الصليب الأحمر الدولي لا تكفي للقرض، حيث أن الأطفال من سن نحن معنا 120 طفل تم فقدوا أطرافهم وأطرافهم السفلية والعلوية، لا توجد أطراف علوية كافية ولا توجد أطراف سفلية خاصة بهم، لأن المواد اللي يقدمها الدعم الصليب الدولي الأحمر الدولي هو يشكر عليها هي مواد أولية، يعني ليس بالهيدروليك ولا متطورة لكن أفضل من لا شيء. ماذا عن دوركم في الحرب الدائرة في عام 2015 في عدن؟ دورنا أنه للأسف يعني أقول لك للأسف شديد يعني وهذا كثير العالم ما ركز عليه، دورنا كان كبير ومهم جدا حيث تم فتح المركز في فترة الحرب، حيث أنه يوجد لدي معي من العمال فئة معاقة وكانوا متعاقدين، فتم عمل دور كبير وجبار بالنزول إلى المستشفيات وصناعة العكاكيز، صناعة المشايات، تقديم خدمات العلاج الطبيعي، تقديم الخدمات أطراف صناعة الأطراف الصناعية بجميع أنواع الأجهزة الساندة. فأضف إلى أن المركز يستخدم كمان يستقبل أطفال تشوهات المفاصل من جميع العظام تصحيح بالجهاز الدينيس براون، فالمركز عليه أقبال غير عادي، ولكن المعوقات أن الطاقم الذي فيه لا يتحصل على حافز كافي. وأنا أعود السبب وأحمل وإن شاء الله من هذا المنبر الحر أن تقبل مني بقلب رحب هي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أطالبها من هذا المنبر بأن تتقي الله في هذا المركز، ولأن هي مسؤولة في دعم هذا المركز. فلحنا كنا نعاني من المركزية في صنعاء وتم أعطاها ملف كامل عن المتابعات والإجحاف في حقنا في المعاملة، فمركز المعاقين في صنعاء يقدم دعم أكثر من 30 مليون إلى مركز أطراف صنعاء، بل أنه طور مركز أطراف صنعاء، لا
لأن وزارة الصحة لا تقدر تقدم ميزانية، فهو شريك أساسي حيث أنه يستقطب مبالغ 5% نسبته. فأنا تم مقابلة الوزيرة وشرح لها عن التفاصيل والمعالي نعانيها، وأن هذا حق مقابل تقديم الخدمة، فهي أبدت استعدادها، ولكن شرط بأنه يكون إنشاء، وهذا هروب. الإنسان الذي يقدم، الوزير الذي يقدم خدمة للمعاق لا يربطها بقرارات، ونحن نعرف الدولة تمر والروتين حقها، يعني لا يمكن هذا الطالب بقرار إنشاء لمركز هو أصلاً منشأ. نعم. وعطيتها وقدم خدمات، وأثبت نفسه على أرض الواقع، وعطيتها كمان قرار إنشاء من وزير الصحة وتوجد ميزانية تشغيلها، بحيث أنه فبدل نحن للأسف شديد نشتكينا من المركزية السابق في صنعاء، الآن نندم عليها، فكان على الأقل صنعاء يقدم 16 مليون وكنا مظلومين، هذه ما تقدم 16 مليون، تم تخفيض المبلغ إلى 800,000 شهرياً، وتجي كل 3 أشهر مش كافية، لا حافز لا مواد. نحن نطالب منها من هذا المنبر بأن تدعم المركز، تشتري مواد، من حقها تراقب، لأن هي شريكة فيه، هي مسؤولة عن معاق. نحن نطالب تقديم خدمات، شراء مواد مقابل خدمة، هذا حق نطالبها فيه. هي أبدت استعدادها ولكن بشرط إنشاء، ولا من يوم تم تعيينها اليوم من هذا لم تحل هذه الإشكالية. لماذا تربط خدمة المعاق، دعم المعاق، بقرار إنشاء بينما يوجد القرار الإنشاء؟ إذا كانت هي الوزيرة بشكل عام، من أين سوف يأتي القرار؟ أليس المفترض أن يخرج هذا القرار من مكتبها هي شخصياً؟ هذا اللي حاصل، المشكلة أنه أن تم مواصلة، هل المطلوب منكم أن تحضروا قرار من رئيس الجمهورية؟ قرار مجلس الوزراء يتقول، بينما هذا هو ضرب في الخيال، يعني كأنه هروب من تقديم الخدمة. يقول لك أنا مستعد أقدم خدمات وأبدأ استعداد، لكن بشرط جبوا قرار إنشاء. جبنا قرار إنشاء وتم مواصلتها مع وزير الصحة، ونشكر الدكتور جمال هدى بخاش مدير مكتب الصحة، تم يعني التواصل معه شخصيا بالتليفون، وتم إبلاغها أن هذا جاء معاق، بل أن الطاقم الذي يوجد لدينا 90% هو من الفئة المعاقة، يعني أنا اللي تم توظيفهم معي ويقدموا خدمة هم معاقين، فلماذا هي تحرم الأطفال والمعاقين تربط يعني خدمتها مقابل يعني روتين ممل؟ طب قدم الخدمة. هل حاولتم أن تصلوا إلى رئاسة الوزراء؟ تواصلنا مع وزير الصحة والسكان دكتور باعوم وبدأ استعداده، وتم أبلاغها أنه المركز له قرار إنشاء مثل صنعاء وتعز، أنه ينشأ من وزير الصحة، وعطيناها نسخة، لكن هي ضاربة يعني رابطة دعمها مقابل قرار استخراج قرار إنشاء. طيب ليش تربطي الآن تحرمي الآن من تم تعينها إلى يومنا، يمكن بكمل عام وأكثر المركز محروم من التشغيلية، يعني الآن إحنا المركز الآن يمكن المركز في أطار إغلاق، يعني احنا التكييف معدوم. هل نزلت زاره المركز رأت الخدمات التي قدمها؟ نعم زارت، ونزل واصدرت نزول لجنه، ونزلت اللجنه مدير صندوق المعاقين نزال قاوي، وابدوا استعداده من هذا المركز يقدم خدمات، وانه يجب انه الافضل له اللي يقدم له الدعم، بل انه رفعوا في التقرير انه يفضل انه هذا المركز اللي يقدم له دعم افضل من الجمعيات، لانه هو الذي يشرك المعاق، يدمج المعاق في المجتمع. في المعاق لا يمكن يندمج في المجتمع بدون طرف، كيف بيمشي؟ لا يمكن بدون عكاز، لا يمكن بدون تقديم خدمة علاج طبيعي، لا يمكن بدون احنا نقدم لهم كلها مجان، يعني من عكاكيل من شلل دماغي، بينما هي كانوا، وهذه ابسط حقوق المواطن يعني التي تقع على عاتق الدولة. طالبناها بانه مقابل تقديم خدمة للمعاق، يعني المعاق مثل ما هو معمول به في صنعاء متعارف، انه تقدم خدمة للمعاق ويتم دفعها صندوق المعاقين، ويتم استثمار هذا المبلغ في شراء مواد وتقديم حافز للمعاقين للعمال كمان في المركز، لأنه إذا ظل المركز بدون دعم سنضطر إلى إغلاقهم، إحنا لأنه يعني ارتفع فارق الدولار غير عادي، إحنا نشتري جلود مواد محلية لا تقدمها الدول، سيدفع ضريبة وثمن إغلاق هذا المركز هو المواطن البسيط الذي كان البسيط يتلقى خدمات مجانية، بل إن إحنا الآن نفك له، لأن الوزيرة إذا تم إغلاق هي ملزمة بأن تسفيرهم، وبيطلبوا إنه ملزمة أن تسفر كل معاق، وهذا بيكلفها مبالغ باهظة، فنحن في فنيين خارج، ولا يعني يمكن أن تستطيع الدولة أن تسفر جميع المعاقين. نحن معنا خريجين من الصليب الأحمر الدولي تم تدريبهم في الهند في صناعة الأطراف الصناعية، تم تدريب خبراء دوليين استخدامهم إلى عدن، تم تدريب العمال، فنحن يعني نساعد حتى في تقديم صندوق المعاقين، أبدو استعدادهم، لكن الوزيرة رابطت الدعم مقابل، ونحن تجزع سنة عام بعد عام ويلا ننتظر. نعم، ورشة الأطراف الصناعية الموجودة في المركز، اشرح لنا طبيعة عملها. طبعاً المركز سيبو، بعطيك نبدأ على المركز، نحن المركز سيبو أقسام عدة، فيبو القسم الطبي، أول ما يأتي المريض إلينا يتم إرساله إلى القسم الطبي، والقسم الطبي يتم إرساله إلى البحث الاجتماعية، البحث الاجتماعي لضوء تعرف كم أسرة، إيش وضع المادة،
لانه عشان تعطي له عفاء لناخذ مبالغ رمزيه من يوصل لطن 200 ريال. فعلى ضوء البحث اكتمال تعطي له عفاء 100%. ايضا يتم بعض الحالات الى الورشه على ضوها، احنا نستقبل ليس اطراف فقط بل نستقبل حالات عظام، نعمل مقيس ساندات القصر، اصابات النخاع الشوكي، نعمل مقيس خاصه اطفال مشوهين الذي يولدوا يخلقوا هو مشوهين اقدامهم، يتم تعديل تصحيح وضعيه الاقدام وعادتها الى الوضع الصحيح عبر جهاز دينيس براون وعبر طاقم متخصص. يعني المركز ليس صناعه اطراف بل انه يصنع حاجات اكثر. ايضا يوجد قسم الاكاكيز، هو يصنع اكاكيز مرفقيه، اكاكيز ابطيه في نوع احنا بسبب الماده لو يوجد لدينا المنيوم نصنع بالخشب او بالحديد. ايضا يوجد لدينا شلل صناعه كراسي شلل دماغي قسم النقاره، وهو المركز الوحيد الذي يتقبل هذه الحالات. يعني حتى للاسف المستشفيات ما تقبل اقسام العلاج الطبيعي هذا الكم الهائل، فقط متخصصين في جانب الكهربائي. ما احنا قسم العلاج الطبيعي عندنا كهرباء وحركيا ويدويا، لانه درسنا تخصصنا انه يدوي كهربائي ليس كهربائي فقط، فيتم تاهيلهم وادماجهم في المجتمع، والمركز تحصل على شهادات عده صراحه على الخدمات اللي قدم. لكن للاسف الشديد حتى وصلني انا اني اهرب من الاعلاميين صراحه، لانه اصبح المركز يعني كله تصوير واعلام واستخدام ومنظمات. فصراحة الإعلام يقوم بدوره في تسليط الضوء على المشكلة، وبعد ذلك المفترض أن الجهة المختصة تقوم بدورها أيضا وحل. وهذا اللي نطالب المنبر الحر وهي قناة بلقيس بأن تطالب الحكومة ونضحها، ونحن نسمع عن كلامنا بأن أقول لهم أنه تهتم بهذه المنبر بدل ما تكيم تسفيرهم للخارج ودفع مبالغ باهظة، وهذا يدخل في بنوع يعني تستغرب، يعني انت تدفع مبالغ بعض بينما الامكانيات موجوده والاجهزه موجوده والطاقم موجوده. للاسف الشديد بحال يتم تسفيرهم الى مناطق ياتوا عندنا يبقى سنه ست شهور يتوسع يرجع لعندنا ضغط علينا احنا، لانه الطرف يتغير. فالدوله الان تدفع مبالغ بهذا التسفير وهذا يدخل في نوع من الشك هل في بها يعني نسب او في بها، لان الدوله تخسر اكثر مما توقعين انت. فبدل ما يتم تسفير المواطنين طبعا الحالات اللي مش كل الناس تتم تسفيرهم، لماذا لا يتم تعمل هذا المركز؟ امكانياته موجوده، ادواته موجوده، اجهزته موجوده حديثه. يعني ستستغرب يعني خريجين كمان فنيين، لكن تشعر ان حتى الدوله تسعى في تدمير المنظمات والدوله تسعى في تدمير مركز. الكل يبحث تقصير كبير واهمال ايضا. في فعلا الكل افتهام لي انا يبحث عن يعني عن تصلاح ذاته وليس يهتم بالناس المواطنين العاديين، بينما المواطنين العاديين هم الضغط علينا نحن. يعني احنا جميع المحافظات انا ممكن اعطيك احصائيه وهي موثقه عبر الصليب الاحمر الدولي، اعداد هائله نحن نستقبل، اعداد هائله. المركز طاقته الاستيعاب ما تكفيش، نحن نطالب بزياده المبنى وزياده الطاقم او استخدام حتى معنا فنيين من الهند يساعدونا، لكن لا دور للدوله ولا المنظمات في استخدام خبرات صراحه. ماذا عن المنظمات الدوليه؟ هل هي تقدم الان مساعدات لهذا المركز؟ فقط نحن الآن الذي يقدم الدعم هو منظمة أطباء اسمها الصليب الأحمر الدولي ويشكر، ولكن للأسف الشديد ولا أمس التقيت بالخبير حقهم وجاء من جنيف وكان معي اجتماع وقلت له لكن صراحة منذ اندلاع الحرب إلى يومنا هذا قل الدعم، وصل أنه بحان أزمة أنه ما قائمة طويلة منتظرين أقدام ما نلاقي ما تحصلش عليها، وتم تقديم شكوى وبدأ استعداده أنه نحن استغرب أنه دعمكم سخي للصليب الأحمر، فلماذا تم التقصير من الحرب إلى يومنا هذا؟ نحن نعاني، يعني تستغربي أنت حتى الصليب الأحمر الدولي داعم قوي فكان يدعم قبل الحرب بكميات أكبر، ما عندي من الحرب إلى يومنا هذا تم تقليص الكميات. افترضنا أنها تزيد باعتبار أنها دولة فيها حرب. تم إبلاغات الجهات المختصة وبلغ مكتب الصحة ودكتور جمال مشكور، فتم إبلاغهم إذا ما يستمر وضع ده يمكن يتم إلقاء العقد التعاون معهم. أيضا المشكلة الأخرى المعضلة الأكبر أنه تجينا كثير منظمات تتفق معها من بين القادة الإسلامية نلاقي تعطيل بالمركز الرئيسي صنعاء، فتستغرب الآن يعني صراحة تشوف أن المنظمات كلها الكلية تتحكم فيها صنعاء، ما زالت المنظمات الدولية صنعاء هي أمام العالم هي العاصمة يعني، بس لحنا الآن مناطق محررة مفروض عدن يعني تكون هي الأساس الآن، يعني هذا ما يجب أن تتحرك إزاءه الدولة، مفروض تتحرك لأنه كلما قربت المنظمات إلينا بعدن والمناطق المحررة تم تحسين الوضع. يعني انا التقيت مع بعض المنظمات يبدو استعدادهم، يعني منظمه الصحه العالميه يقول لي انا صنعاء منظمه الصحه العالميه يدعموا اطراف صنعاء بينما احنا ما يدعمون منظمه الصحه العالميه، فطالبوا حتى بالديزل، ديزل مكلفني بشكل غير عادي، بندنا 3 براميل في الشهر لا يكفي، احنا معانا ماطور ياخذ في الاسبوع 3
براميل مش كافية مع ظل هذا الارتفاع الجنوني الأسعار. فللأسف الشديد نطالبهم يقول لك المركز الرئيسي صنعاء، المركز الرئيسي بنشوف المركز الرئيسي صنعاء. فنحن في ظل يعني شكل النوع مناطق محررة، لكن الظل المنظمة اللي تحكم هي في صنعاء. لماذا لم يتم فصلكم عن المركز الرئيسي صنعاء إسوة ببقية المؤسسات الحكومية في الدولة؟ نحن طالبنا باعتبار عدن الآن هي العاصمة المؤقتة. نحن نعتبر الآن منفصلين عنهم يعني تلقائيا، بينما كان قبل الحرب مش منفصلين لأنه هم يتحكموا بالقرار إداريا، ولكن ماليا لا تزالون لا 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 منفصلين ماليا وإداريا. لكن للأسف شديد كنا نشتكي من المركزية في صنعاء، كان في تعطيل وقاعد متنفدة تعمل على تعطيل هذا المركز، وعملنا وقفات احتجاجية، وخرجت أنا بنفسي مظاهرات ولقيت مضايقات شخصية وتم استهدافي شخصية لأني أشجع العمال على خروجهم، وعملت عدة وقفات في المحافظة وعملت عدة وقفات في المعاشي. لأن أنا إذا ما تحس بالطاقم اللي يمر فيه، لأنه يعني أنت ليس يعني لا يمكن أن أحكم على ناس فئة معاقة معي وطاقم ما يتحصلوش على يعني مبالغ كافية، أكثرهم معاقين. فأصبح الآن لما أنت تخرج مع العمال يصبح أنت كأنك تستهدف الشخصيات بعينها. نحن لا نرضى بالظلم، نحن نطالب هذه الجهات لابد أن الدولة يكون لها قرار في هذا المركز. يعني هل يعقل من الحرب إلى يومنا هذا لم يتم دعمه بالريال؟ المفروض يزيد دعم. يعني بند الصيانة 100,000 هل يعقل؟ يعني التكييف أنا أنت جالس أنت في ضوء حار، أنا وأنت الآن جالسين في جو يعني من الحرارة الشديدة، الطاقم ممكن أن تزيد تصوري تعبت شوفي التكييف شبه بنهار مش قادرين نعمل له شيء. فنطالب هذا المنبر إنه نحن لا نريد مبالغ حتى دعم يعني عيني، يعني شراء التكييف، شراء مادة الديزل، شراء أطراف صناعية كافية، لأنه الصليب الأحمر الدولي يشكر لكن غير كافية. يعني لو قلت لمعي أنا أهران حصل لي مواقف فيها يعني محرقة ويعني مبكية، أطفال يجيشتي طرف علوي ما قدرش أعمل له لأن الصليب ما يوفر من 7 سنين وتحت. في الطفل كيف يندمج بالمجتمع؟ يشمأزوا منه الأطفال، يقول لي أنا يا عم مش يد، فمش قادر. يعني مواقف حزينة جدا، الدولة قايبة عنا والمنظمات قايبة في هذا الجانب. يعني تصوري أطفال مش قادرين يوفر لهم يعني أطراف أقل شيء ما نقدم لهم، وللأسف شديد ماش معهم قاعد تسفرهم. يعني أصبح المواطن القلبان هو الذي يعاني، أما المرتاح صراحة يلاغي يا وساطة سفر للخارج. لكن نحن اللي نعاني بالأطفال ونعاني بالناس القلابة والضباحة. الآن زاد عبء أنه المخ ضغط علينا غير عاد من المواطنين. أستاذ عبد الله، من خلال هذا اللقاء لو طلبت منك أنك مثلا تلخص لنا مجموعة من الحلول التي يمكن أن تحسن من وضع المركز. الحلول هي زيادة الميزانية تشغيل المركز، 1-2 استخدام خبراء زيادة من الأعداد هاي، بحال نعمل قائمة انتظار الأطراف الصناعية مش قادرين يكملهم بالكم الهائل. 3 أنه ممكن أفك فترة مسائية زي ما حاصل الآن، ممكن إذا زادت الميزانية أفك فترة مسائية. الرابع وهو الأهم صندوق المعاقين، وهو بيساعدنا كبير، لأنه صنعاء الوحيد التي تطوره وزاد ميزانيته هو صندوق المعاقين، لأنه هو بالأساس مسؤول عن كل معاق. كل مريض يقطع قدمه أو يده صندوق المعاقين ملزم بتسفيرة وتكفل بعلاجه. لكن نحن الآن اللي ندفع الثمن وصندوق المعاقين خارج الأطار، فهو الأساس. هو مفروض هو مساعد بتطوير المركز بزيادة الميزان التشغيلية. نحن مدير الصندوق عبد استعداده عندما تم نزوله من الوزير شي تأكد قال فعلا المركز قدم خدمات، وهذا قانون من حقكم تلاقوا مقابل خدمة. وبدأنا استعداد بنفتح العاصر بيعطي حوافز، وبدل ما تكون واحد منتظر طرف شهر شهرين مش قادرين، يعني مواقف مبكية ممكن ينقزله بأسبوع أسبوعين. لكن للأسف ما حد بيساعدك، لا دولة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أقول لك وأنا الآن أتكلم الآن بشفافية، وهذا الكلام ما كنا داري بيزعل بعض، وممكن أضر نفسي بهذا الكلام، لكن أنا ميمش، أنا أفضل لي أقعد في البيت ولا أضل جالس على هذه المعلنة عنها. أستاذ عبد الله، رسالة تقدمها من خلال هذا اللقاء؟ رسالة أخيرة أقدمها، نشكر قناة بلقيس على النزول، وأي قناة يعني تنزل وترفع المعانا فنحن نشكره. الإعلام الحر هو الذي ينقل معانا. نحن نطالب من هذا وأعيدها وأعيدها، نطالب الجهات الحكومية وممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدكتور باعوم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بأن يتفهموا المعاناة التي نعانيها. نحن لا نستهدف في تصريحنا هذا شخصية بذاتها، وطالب التحالف الدولي كمان، التحالف الدولي والشرعية بدعم هذا المركز. نحن لا نريد مبالغ لأن المبالغ فساد، نريد مواد خام
نريد مواد خام، نريد حوافز العمال. الأعداد نقول لهم اتقوا الله من هذا المنبر، الأعداد هائلة جدا، في تقصير في المركز بسبب أنه مش قادرين نكمل الكم الهائل. يعني تصور واحد ينتظر شهر عشان يتحصل على الخدمة بسبب أنه مش قادرين، فنيين محدودين لأنه البعض هرب. لو في يعني تم تحفيزهم وفتح فترة مسائية وزيادة الميزانية التشغيلية بتروح المعاناة هذه، وممكن حتى بنستغني عن سفر الحالات، لكن يتم تسفير حالات وتشعر الموضوع هذا فيبه وهو مكلف أكثر، بينما أنه تم استخدام أطراف نفس الأطراف اللي عندنا. يعني تنظري مبالغها مباهضة جدا، بينما هو هي نفس الأطراف اللي تتم تصنيعها عندنا. يعني أنا شفت في مرضى من السودان نفس الصليب الحمراء يدعون ويدعون زي عقلنا، فلما يقول لي بعشرة مليون بينما نحن أقل بكثير، ما يتعداش يعني عشرة ألف عادي تم تسهيل المواطن وتوفير للدولة. إيه لكن نشعر أنه في استنزاف. ختاما الأستاذ عبد الله القيسي القائم بأعمال مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مثل خلال سنوات طويلة شريان الحياة للاقتصاد الوطني ومرسى للصيادين والكادحين. إنه الدوكيار حكايتنا لهذه الحلقة، لنتابع. كغيره من ملامح عدن الأزلية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبر والبحر، يمثل الدوكيار شريان الحياة للاقتصاد الوطني ومرسى الكسب للكادحين. الدوكيار كلمة أجنبية تعني أحواض السفن، وتم تخصيص رصيفه كمحطة للإنزال السمكي لما لموقعه من أهمية استراتيجية في القطاع السمكي تسويقاً وتصديراً. إنشاء الدوكيار في عهد الرئيس سالمين بمدينة المعلا في سبعينيات القرن الماضي، وهو يؤدي دوره كموقع وحيد للإنزال السمكي التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية في عدن. مثل الدوكيار أهمية بالغة كمركز علني وحيد لاستقبال المنتوج السمكي، ويعرف أيضا بكونه سوق حراج للأسماك بمختلف أنواعها. حتى وقت قريب كانت الحياة تدب في رصيف الدوكيار المخصص للإنزال السمكي بمواصفات عالمية، إلى جانب كونه يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 عامل بالأجر اليومي كلهم من بسطاء الناس. ظل الدوكيار يمارس مهامه في احتضان قوارب الاصطياد المحملة بمختلف أصناف الأسماك والنادرة منها، حتى تعرض للقصف والتدمير الممنهج في حرب 2015 ليصبح معطلاً عن العمل كواحد من أبرز شواهد الحرب على الاقتصاد وشاهد أيضاً على وهم الإعمار.
يتمتع الدوكيار بمساحة واسعة صممت بمعايير خاصة توفر وسائل الأمن والسلامة الغذائية لهذا النشاط الاقتصادي العام. للدوكيار رصيف واسع وثلاجة تبريد سعتها 800 طن ومصانع للثلج مزودة بآليات ومعدات وقوالب ولوازم حفظ الأسماك وتعليبها. حافظ الدوكيار على صيانة الموارد البحرية وساهم في تنمية الإنتاج السمكي وإنعاش السوق المحلية بالأسماك وتنشيط عمليات التصدير. سيبقى الدوكيار في منطقة حجيف بالمعلى يشكل دعامة أساسية من دعائم الثروة البحرية وأحد أهم الروافد الحيوية في مدينة لطالما حفلت بالعطاء. يهوى الرسم وأبدع في رسم الإنمي ويرى بأن الرسم ترجمان للأحاسيس والمشاعر الإنسانية. إنه الفنان أحمد حاجب وجه المدينة لهذه الحلقة، لنتابع. أحمد محمد عبد الجبار حاجب طالب في كلية الهندسة بجامعة عدن، أحب الرسم وأبدع فيه منذ الصغر، وشيئا فشيئا وجد نفسه يقتحم فن الأنمي، وهو نوع من الرسم يتميز بكونه أوسع فن أدبي تعبيري. في وقت الفضاء وهكذا أجلس أرسم شخصيات الكرتون اللي كنت أرسمها وأنا صغير، بعدين حصلت ظروف وانقطعت عنها فرجعت عليها بعد ما كملت الثالثة ثانوي وبدأت ترسم الشخصيات الانمي اللي أنا لأنني بسبب حبي لمتابعة الانمي فرجعت أتابع يعني أرسم الشخصيات الانمي اللي تثير إعجابي في المسلسل في المسلسلات يعني، واستمريت في هذا الرسم يعني وأحبه لأني أحبه يعني. أحب الرسم كهواية وأتقنه كفن مستخدما للألوان المختلفة في التعبير عن المشاعر المختلفة، ويسعى إلى استخدام السرد القصصي في فنه للتعبير عن الواقع وأحداثه عبر شخصيات من مخيلته. الرسم أنا بدأت كهواية، فكنت يعني اخذ الصوره احطها قدامي واحاول ان انا يعني انقلها زي ما مرسومه، احاول ان ارسمها من غير اي اساسيات من غير اي حاجه. بعدين ابي الله يرحمه كان يشوف انا ارسم، وهو لانه عنده خلفيه في الرسم وكان رسام زمان، فكان يعطينا بعض الاساسيات مثلا في التظليل في التحبير في هذه الاشياء فقط. يعني انا مجرد هوايه بيني وبين نفسي، انا اللي علمت نفسي بنفسي، ما حد علم. حاولت فتره ان انا اخذ يعني كورسات من اليوتيوب، بس يعني اليوتيوب النت حقنا شويه ما شاء الله مليح يعني، فما استفدت منه كثير بحق الله، انما كان كله تعليم ذاتي. تشغل الدراسه جل وقت احمد، لكنه يحاول ان يجد بين ثنايا الوقت مساحه للرسم، وكل امله ان يحظى بفرص تاهيله اكثر في معاهد متخصصه. أشتغل وقت الإجازات لذا لما أجلس أرسم فيها عادة في الإجازات، صح إنه غالبا صراحة أيام الامتحانات تحلى أيام تحلى الرسم في أيام الامتحانات، كما بعضهم يحلى عنده مشاهدة المسلسلات الأجنبية أو أي مسلسلات وقت الامتحانات يحلى مع الرسم في الامتحانات، إنما هو يعيقنا كثير يعني الدراسة تعيقنا كثير على الرسم. أتمنى إنه لما أخلص الدراسة أدخل في معاهد تعليم عشان أخذ كورسات تعليمية، لأنه أنا ما تعلمت، أنا كله رسم ذاتي أو تعليم ذاتي. فلو تعلمت وهذا على قدر تعبي بكون يعني استفيد من تعبي اللي انا اتعب فيه، ما يكونش مجرد هوايه عاديه يعني. يكثر في مجتمعنا كثير الابداع، هكذا وصف احمد المحبطين للابداع، وكذا الظروف المحيطه التي لا تساعد المبدعين على الاستمراريه،
لكن ذلك لا يمثل بالنسبة له عائقاً بل دافعاً للانطلاق في عالمه الجميل. عندنا هنا حاجة اسمها كاسرين الإبداع أو كاسرين المواهب. أي واحد يبدأ يكون عنده موهبة أو يعمل حاجة المجتمع يشوفه إنه يعني مش مفيدة بالنسبة له، فيقول لك يا أخي سيب لك، ما هذا حاجة ما منهاش فائدة، ما بتثبت منه، يجلس يكسرك، يقول لك روح اشتغلك أحسن منك قس ورسم، هذه هدرة فاضي. وثانياً معك انقطاعات الكهرباء هذه تتعب نحن في الصراحة، يعني تتعب العيون في الرسم، فتؤذي كثير في الموضوع. لكن إن شاء الله الوضع يعني إنه يتحسن ويكون الناس عندهم الجانب الإيجابي والدعم. يعني صراحة الرسم بالذات لما الواحد يحبطك تنكسر تماماً، لأنه هو شيء تجلس تتعب عليه ساعات وحين تصل الأيام، فتخيل تتعب أيام وبالنهاية يجي واحد يقول لك إيش هذا، يعني هذا حاجة سيئة أو حاجة يعني يكسرك، فيجي لك إحباط عادة. إنما نحن نحاول إنه ما ننحبط الصراحة، إنه هذه يعني حاجة نحن نحبه، فما حد يجي يعيقك على حاجة أنت تحبه، فهذا صعب يعني. حاول أحمد حاجب الاستفادة من موهبته في تأسيس مشروعه الخاص في عدن ومحاكاة التجارب الغربية في فن الأنمي، لكنه اصطدم بالكثير من التحديات والصعوبات التي وقفت عائقاً أمام هذا المشروع وحالت دون اكتمال الحلم. كانت من محبين والت ديزني، ففكرت أيام نرسمها، لكن أحس أنه في رسم الأنمي الياباني يعني شغف أكثر بالنسبة لي. أنا أحب الأنمي الياباني وهذا اللي خلانا يعني أرسمها. أما الشخصيات القديمة هذه خلاص أنا يعني أهملتها شوية. نقرب بعد لقمة العيش أكثر من هنا نركز على أي حاجة ثانوية يعني. فلو كان الرسم في بو لقمة عيش في ذي البلاد فبنلقى له صراحة، لأنه واقعنا حاليا نقرب بعد أساسيات حياتنا، هي الأساسيات اللي مش موجودة فحنا الآن نقرب بعدها. لو كان زي البقية يعني زي الدول مثلا الخارجية اللي هم عندهم أساسيات الحياة موجودة، فهنا هم يطوروا إبداعاتهم، لكن نحن صعب نحن نطور إبداعاتنا، احنا نبدأ أساسيات نعملها ليش؟ يبدو أحمد حاجب متفائلا أكثر بالمستقبل وبما يحمل من المفاجآت السارة للشباب المبدعين كما قال، واصفا فن الرسم بإبداع الفقراء، نصيحا للرسامين بإظهار قدراتهم الإبداعية والتمسك الدائم بالأمل. صح شباب عدن وشباب عدن خاصة وشباب اليمن عامة والشباب بكل مكان إنه لا يأس، يعني لو فشلت عادي، إنما لا تحبطش، الإحباط هذا هو الفشل. إنك تفشل يعني مجرد إنك تفشل وتعيد أجين هذا أنت ناجح كذا، لكن لما تحبط صح إنه الواقع يحبطك ووقعنا في الإحباط كثير، لكن خرج الطاقة السلبية اللي عندك في الرسم. الرسم هو يسمونه إبداع الفقراء، يعني أبسط قلم فاحم أي حاجة بتستطيع إنك ترسم فيه به، خرج الطاقة السلبية اللي فيك، خرجها في الرسمة وبترتاح، لأنه هذا أنا جربته، حاجة رهيبة يعني حاجة عظيمة بصراحة. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.